بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، أنا نايف الراجحي وراح أتكلم عن الميتابوليزم أوف هيموغلوبين. بداية أحب أنوه أن الشرح هذا مو رسمي، والنقاط اللي راح أركز عليها أو أتركها هذه من وجهة نظري أنا، مو كلام الدكتور. طيب، هيموغلوبين. الهيموغلوبين هي عبارة عن اجتماع الهيم مع الجلوبين. طيب، إيش الهيم وإيش الجلوبين؟ الجلوبين 4 سب يونت، فور سب يونت، ألفا ألفا وبيتا بيتا. طيب، وكل سب يونت طالع منه هيم. عارفين أول إنه البيتا شيت والألفا تقريبا ألفا هيليكس، بشكل عام إنهم 4 سب يونت، 2 ألفا و2 بيتا، وكل سب يونت فيه هيم. طيب، وكل هيم ممكن انه يحمل اكسجين، يعني معناته الهيموغلوبين هذا كله الحين هيموغلوبين، هذا الهيم عفوا، وهذا الجلوبين. ناخذهم بالتفصيل، بنكبر هذه شوي. طيب، اوكي، هذه عبارة عن كذا، شوفوا شكلها، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. هذا اسمه بيرول، هذا اسمه بيرول. طيب، وكل بيرول ينتهي بنيتروجين هنا، نيتروجين هنا، نيتروجين هنا، ونيتروجين هنا. طيب، الشكل هذا الحين اسمه بورتوفيرين. طيب، يعني 4 بيرولات مع بعض اسمها بورتو فرين. فرين يعني حديد باختلاف الـ pH أو الـ F. طيب، يجي بالنص هنا الفرس أو الفريت أو الفريتين أو الحديد زائد 2. الفرين الحديد له 6 روابط، فيرتبط مع النيتروجين الأربعة، يصير 4 روابط. رابطة خامسة مع الأكسجين في حال وجد، والرابطة السادسة يكون مع السبيونت سواء ألفا أو بيتا. ممتاز. البورتوفيرين مع الحديد داخله يكون لي الهيم، يعني انه الهيم يساوي بورتوفيرين زائد الحديد. ممتاز. نعرف انه البروتين يصنع وين؟ في الرايبوزوم، فتصنيع الجلوبين نفسه يكون في الرايبوزوم، بينما الهيم تصنيعه بنشوفه، لكن عرفتوا انه الهيم عبارة عن 4 بيرولات يسمون بورتوفيرين، بالنص في حديد فرس أو فرتين Fe plus 2، له 6 روابط، مع كل بيرول رابطة مع نيتروجين، والرابطة الخامسة مع الأكسجين، والرابطة السادسة مع السبيونت. طبعا كل بيرول وبيرول الروابط اللي بينهم اسمها ميثينيل بريدج، ميثينيل بريدج، اللون مو واضح. طيب، فعرفنا انه هذا السبيونت جلوبين وهذا الهيم، فعندنا 4 سبيونت و4 هيم اعطاني الهيموجلوبين. طيب، في حالات للهيموجلوبين، شلون حالات الهيموجلوبين؟ اذا كانوا كذا، شوف، هذه الفا، هذه الفا، هذه بيتا، هذه بيتا، كل واحد فيهم طالع منه الهيم، روابط جدا كثيرة قوية مترابطين ببعض مرة، معناته ما في فرصة أن الأكسجين يرتبط، لأن الروابط جدا قوية، حتى الأكسجين لو بيجي هنا ما يقدر يرتبط. فهذا اسمه تاوت، يعني ضيق تقريبا، أو ديوكسي هيموغلوبين. طيب، أو ديوكسيجينيتد هيموغلوبين. بينما لو كانوا كذا، هذه ألفا وهذه ألفا وهذه بيتا وهذه بيتا، وكل واحد طالع منه الهيم، طيب، والروابط قليلة جدا، هذا اسمه ريلاكست هيموغلوبين أو أوكسي هيموغلوبين يعني. طيب، كلمة هيم ممكن تكتب كذا H A E M، هذه كلها نفس المعنى، وضحت؟
وضحت الفكرة. هنا في الريلاكست ممكن انه يرتبط الاكسجين، عشان كذا سميناه اوكسي هيموغلوبين. اما بالتوت مستحيل، فعشان كذا تسمى دي اوكسي. طيب تصنيع الهيم، تصنيع الهيموغلوبين او تصنيع الهيم يكون وين؟ عرفنا انه يكون في البون مارو. اي 80% من تصنيعه يكون بالبون مارو. طيب يبقى كم؟ باقي 20%. يكون وين؟ يكون في جميع اجزاء الجسم، بس غالبا mostly بالليفر. طيب ولا يكون في كل الخلايا وكل المكان. 80% في البون مارو، 20% باقي، غالب ال 20%، يعني يمكن 90% من ال 20% في الليفر تقريبا. طيب الحين نتكلم عن اي خليه في تصنيع الهيم. عرفنا انه الهيم هو عباره عن بورتوفيرين زائد الحديد. طيب نتخيل انه هذه اي خليه. هذا الميتوكوندريا. طيب فهنا الميتوكوندريا، الميتوكوندريا في جلايسين وفي سكسينيل كو اي، يرتبطون مع بعض يعطوني شيء اسمه ألا. مش اسم الانزيم، ألا سينثيز. الألا شكله كذا كذا، تقريبا نص بيرول، يعني تقريبا شكله زي كذا هذا الجزء بس. طيب فنحتاج انه نضربه باثنين، عشان ايش؟ عشان يعطيني بيرول كامل. فألا زائد ألا، الانزيم اسمه ألا دي هيدريتيز، يعني إزالة ماء. طيب يعطيني البي بي جي، البي بي جي خلاص بيرول كامل. ممتاز. طبعا هذا كان بالميتوكوندريا، لما تكون الألة طلع برا الميتوكوندريا وتكون الباقي بي بي جي. فالبي بي جي بيرول كامل. كم نحتاج من بيرول عشان نسوي بورتوفيرين؟ نحتاج 4، فنضربه بأربعة، يعني 4 بي بي جي. الأربعة بي بي جي راح يعطوني مركب اسمه اتش ام بي. وش اسم الانزيم؟ اتش ام بي سينثيز او دي كاربوكسيليز او دي امينيز، كلهم صح. اتش ام بي سينثيز، دي كاربوكسيليز، دي امينيز، كلهم صح. طيب الاتش ام بي الحين راح يعطيني مركب اسمه يورو بيرفينوجين، بس مو اي يورو بيرفينوجين، يورو بيرفينوجين تايب 3. طيب واليورو بيرفينوجين راح يتحول مركب اسمه كو بيرفينوجين برضو تايب 3. طيب اوكي، طيب اليورو بيرفينوجين بيتحول الى كوبرفينوجين تايب 3، والكوبرفينوجين تايب 3 راح يتحول لمركب اسمه بورتو بيرفينوجين برضو تايب 3. وهذا البورتو بيرفينوجين راح يدخل جوا، ولما يدخل جوا راح يتحول الى بورتوفيرين، بس هالمره مو تايب 3، هالمره بيكون تايب 9 IX، يعني 9. والبورتوفيرين راح يرتبط مع الحديد. طيب وش اسم الانزيم اللي ربطهم؟ اسم الانزيم اللي ربطهم فيروكوليت، تقريبا فيروكوليت. فيروكوليت اعطاني الهيم، فيروكوليت اعطاني الهيم. طيب هذا الفاينل برودكت، نرجع نشوف وش اللي صار. اوكي باختصار، احنا الحين في الميتوكوندريا، في جلايسين وسكسين الكوئي، بالألالين سينثيز عطاني ألانين. الألانين هو عبارة عن نص بيرول، فنحتاج منه اثنين عشان نسوي بيرول كامل. الألالين طلع برا للسايتوزول. طيب هذا سايتوزول، الألالين طلع برا للسايتوزول، عطا بالألالين دي هيدريتيز عطاني بي بي جي. البي بي جي هو عبارة عن حلقة بيرول كاملة. فكم حلقة بيرول نحتاج عشان نكون البورتوفيرين اللي هو هذا؟ نحتاج 4 حلقات بيرول صح؟ فنضربه بأربعة، يتكون عندي مركب اسمه الـ HMB. معناته هذا المركب هو فيه 4 حلقات، بس مو إيه، خلنا أعلمكم، هذا فيه 4 حلقات
بس مو متحولقة، يعني مو ما صارت حلقة، ما صارت بالشكل اللي احنا نبغاه. طيب، فعشان تصير الشكل اللي نبغاه نحتاج انه نحوله للبرفينوجين، خلينا نقول فاميلي او برفين، يعني يحتاج يمر بال يورو برفينوجين تايب 3، بعدين كو برفينوجين تايب 3، بعدين بورتو برفينوجين تايب 3، عشان في النهاية يطلع عندي بورتو فرين. طيب، البورتو برفينوجين تايب 3 هذا ترى يدخل الميتوكوندريا، طيب، ويتحول من جوا الميتوكوندريا البورتو فرين تايب 9، والبورتو فرين يرتبط مع الفرين او الفرس او الفيرتين ويكون بالفيروكوليت يعطيني الهيم. طيب، معنى الكلام هذا ايش؟ في قاعده اسمها في البايوكيمستري اسمها النواتج تبطل المتفاعلات او تبطل التفاعل. طيب، معناته لو كان عندي هيم كثير التفاعل هذا ما راح يتم. ليش؟ لانه هذا الهدف منه انتاج هيم، فلو كان عندي كميه عاليه من الهيم، الهيم راح يوقف الالاسنثيز عن العمل. ممتاز، هذا اول شيء، اول انهبيتر عندنا. وش الانهبيتر الثاني؟ الانهبيتر الثاني هو معدن الرصاص. معدن الرصاص يوقف الديهايدريتيز ويوقف الفيروكوليت. طيب، ليش؟ لانه الديهايدريتيز هذا جواته في معدن، يعني يا صوديوم يا كذا، في معدن، فلما يدخل الرصاص يشوش نفس الانزيم فيصير ما يدري اي واحد فيهم هو المعدن. نفس الشيء هنا، هذا فيه حديد، فلما يدخل الرصاص راح يوقف عن العمل. ممتاز، معناته المثبط الاول عندنا الهيم يثبط الالا سينثيز، واللي يثبط الالا ديهايدريتيز والفيروكوليت هو معدن الرصاص. بي بي معناته معدن الرصاص. طيب، تقريبا هذه المحاضره، فبنروح نشوف المحاضره نفسها. بسيطه جدا المحاضره. طيب، وش البورفيرينز؟ هي اليورو بيرفينوجين والكور بيرفينوجين والبورتو بيرفينوجين والبورتوفيرين كلهم بيرفيرينز. طيب، يعني الهيموغلوبين هو جلوبولر بروتين كومبرايز اوف هيم اند جلوبين. طيب، او كذا تكتب الهيم عادي كلهم صح. جلوبين از سمبل بروتين كومبرايزد اوف سنجل تشين بوليبيبتايدز. طيب، والهيم از كومبينيشن اوف فيرين او فيرتس وال بورفيرين بانواعها المتعدده. طيب، هيموغلوبين هاز ان اوكسجين بايندينج كاباسيتي اوف 1.34 مليلتر بير جرام لكل جرام من الهيموغلوبين. ايش انواعها؟ بالنسبه للامبريونيك في جور 1 وبورتلاند وجور 2. الجور 1 هي عباره عن 2 زيتا و2 ايبسلون، البورتلاند 2 ايبسلون و2 جاما، والجور 2 2 ألفا و 2 إبسلون. مو مهم. الفيتل تايب F. وش هو تايب F؟ 2 ألفا و 2 جاما. طيب، الأدلت هنا المهم. الأدلت عندنا هيموغلوبين تايب A و تايب A2. بالنسبة لتايب A هو الموست كومن، 2 ألفا و 2 بيتا نفس اللي قلنا، وفي نوع ثاني اللي هو 2 ألفا و 2 دلتا. بنشوفه. طيب، هيموغلوبين أدلت بلاد تايب A هو الموست كومن عندنا، اللي فيه 2 ألفا و 2 بيتا، أما اللي فيه 2 ألفا و 2 دلتا اللي هو تايب A2 قليل جدا. وعندنا برضو في الأدولت تايب F، أنا متأكد بيجيب هنا سؤال هل فيه تايب F ولا لا. A 2 ألفا و 2 جاما، 2 ألفا و 2 جاما نفس اللي بالفيتل موجود بالأدولت بس بنسبة قليلة جدا، حتى ما يجي 1%. طيب، طيب شكل الهيموغلوبين، شوفوا هذا التوت، هذا الريلاكس، لا هذا الريلاكس، وهذا التوت. طيب، هذا أوكسيو، هذا دي أوكسي. each molecule of normal adult hemoglobin HbA المتواجد بكثرة لـ 2 alpha 2 beta consists of 4 polypeptide chain 2 alpha 2 beta 2 alpha 2 beta each one on hemoglobin. شوفوا هذه بروتين فيه هيم. نفس الشيء هنا. طيب، اوكي، هذه تقريبا يقول لك التي اللي هي التوت اللي هو الديوكسي 1 لما يكونوا مشدودين وما يصير فيه اكسجين يسوي له اكسجين افينيتي. اما الار اللي هو ريلاكسد يكون اوكسي ريلاكسد، هذه توت. اوكي، فيكون
هاي أكسجين فاتي في الهيموجلوبين. هنا نفس الشيء، لما تصير روابط كثيرة هذا معناته توت يعني دي أوكسي هيموجلوبين، أما إذا صارت قليلة معناته ريلاكست يعني أوكسي هيموجلوبين. طيب إنتاج الهيموجلوبين يقول لك تقريبا 85% من الهيموجلوبين ينتج للار بي سيز يكون في البون مارو، وغالب المتبقي ال 15% تقريبا يكون في الليفر. طيب طبعا عندنا عارفين جزء منه في السيتوزول وجزء منه في الميتوكوندريا. تقريبا هذه ان البوريفريز الامراض اللي بسبب نقص البوريفرينز الايرون ميتابوليزم احنا عارفينه. الجلوبين يكون في الريبوزومات، والريبوزوم موجوده في السيتوزول. طيب جلوبين سينثيسز، هنا في يقول لك انه الجلوبين وهذا شيء يميزه انه السينثيسز حقه بولي رايبوزومز. شلون بولي رايبوزومز؟ يعني اكثر من رايبوزوم يشتغل. احنا عارفين رايبوزوم في لارج يونت سمول يونت صح، ويمشي ويكتب يرسم بروتين. لا بالنسبه للجلوبين اكثر من واحد، يكون عده رايبوزومات، عشان كذا بولي رايبوزومز اندر جينيتك كنترول. طبعا هيومن نورمالي كاري 8 فانكشنال جلوبين تشين. طيب باختصار احنا عندنا الفا وبيتا وجاما ودلتا وابسلون وزيتا وايتا. طيب البيتا لايك تقريبا اللي هم بيتا وجاما ودلتا وإيت وابسلون هذول يتصنعون بالكروموزوم 11، والالفا الالفا والزيتا يتصنعون بكروموزوم 16. سو الفا وزيتا كروموزوم 16 هذه وهذه، اما الباقيين بكروموزوم 11. طيب الهيموجلوبين لما يتكسر ممكن يعطيني فري ايرون، هو بيعطيني فري ايرون يعطيني بيليروبين. يتكسر بمين؟ بالمايكروفاج. طيب احنا عارفين الهيموجلوبين يتجدد بعدين يتكسر يعطيني ايرون وبيليروبين وكذا. طيب الايرون ميتابوليزم له ثلاث تقريبا ستيجز. اول شيء في الجت، طيب يكون الحمضية المعدة تكسر الايونيك كومبونز الموجودة في الحديد، بعدين الحديد ينتقل عشان يمتص من الدم. طب وصل الدم، طبعا الحديد في الدم بالهيئة هذه Fe plus 3 مو 2، احنا نبغى 2. نشوف شلون ينتقل عن طريق الدم، ينتقل بشيء اسمه ترانسفيرين. ترانسفيرين هو اللي ينقل الحديد عن طريق الدم، طيب ينقله للتيشو. طيب لما ينتقل للتيشو يدخل بواسطة التي اف ار. طب التي اف ينقله في الدم، التي اف ار الترانسفيرين اندوسايتوزس ريسبتورز ميدييتد، هذه موجودة في هذه اللي تدخلها جوا الخلية من الدم للخلية. طيب فلما يدخل يتحول الى اف اي 2 وزيادته يسبب لي توكسيسيتي. طيب ممتاز، هذا لما يكون كميات قليلة، وهذا لما يكون كميات كويسة يتخزن على هيئة Fe plus 2 وزيادته راح يسبب لي توكسيسيتي. طيب structure of heme احنا عارفين انه هو عبارة عن Fe 2 اللي هو فيروس او فيروتين وبورتوفيرين تايب 9، فيها اربع بيرولات اللي هم ذولي صح، وجواتهم في النص الفيرين، والأربع فيرولات مرتبطين ببعض بميثانيل بريدج اللي كتبتها هنا بالأصفر. شوفوا هذا بيرول وهذا بيرول وهذا بيرول وهذا بيرول، هذا الحديد مرتبط بأربع روابط، هذا الميثانيل بريدج، شوفوا السي اتش سي اتش الميثانيل روابط ميثانيل، والرابطة الخامسة تكون مع الجلوبين والسادسة مع الأكسجين. طيب بورتوفيرين مع الحديد بالإنزيم الفيروكريتيز او الهيم سينثيز يعطيني الهيم. نفس العمليه بدينا من هنا الميتوكوندريا اللي بالاصفر، هذا الميتوكوندريا. طيب سكسيني الكو اي والجلايسين بالالا سينثيز اعطاني الالا، الالا طلع برا الميتوكوندريا بالدي هايدروجينيز اعطاني،
طبعا ضرب اثنين يعني ألا وألا، أعطاني ال بي بي جي، البي بي جي. طبعا البي بي جي هو بيرول واحد، واحنا 4 بيرولات، فنضربه بأربعة يعطيني ال اتش ام بي. طيب بالدي امينيز او الدي كاربوكسيلاز او الاتش ام جي سينثيز، اعطاني الاتش ام جي، والاتش ام جي يتحول الى اليورو بروفينوجين 3 بالانزيم سينثيز برضو، واليورو بروفينوجين 3 بالدي كاربوكسيليشن يعطيني كوبر فينوجين 3. طيب بعدين الكوبر فينوجين 3 يتحول الى بورتو بيرفينوجين 3، والبورتو بيرفينوجين 3 يكون جوا الميتوكوندريا، بعدين يتحول للبورتو فيرين 9 مع الحديد والفيروكليت يعطيني الهيم، والهيم خلاص تصنع. الانزيمات المهمة أمانة الألاسنثيز والديهايدريتيز والفيروكوليت، بس هنا أوضح. جلايسين سكرينوك بالألاسنثيز أعطاني الألا. طيب الألا ضرب اثنين يعطيني ال بي بي جي بالايش بالدي هيدروتيز، والدي هيدروتيز يعطيني الاتش ام جي او بالدي امينيز معلش، والاتش ام جي يعطيني اليورو بيرفينوجين تايب 3، بعدين يعطيني الكوربو بيرفينوجين تايب 3، بعدين البورتو بيرفينوجين تايب 3، هنا دخل جوا الميتوكوندريا. طيب وهذا كان برضو بالميتوكوندريا، يعطيني البورتو فيرين 9 مع الحديد بالفيروكوليت يعطيني الهيم. شوفوا الهيم يثبط الألاسنتيز، وهنا يثبط بالرصاص الديهايدروتيز، وبرضو الفيروكوليت يتحطط في الرصاص. طيب خلاص تقسيم الكوليسين بعدة خطوات يعطيك الهيم. طيب انه استكسين الكوي مأخوذ من ال هي كريبس سايكل، طبعا كريبس سايكل جدا مهمة. اوكي هذا السمري للكلام اللي قلناه كله. طيب الريجوليشن اوف هيم، طيب الالا سنثيز يتهبط بالهيم، طيب انهبتد باي هيم، وال الالا سنثيز ينتقل من السيتوبلازم للميتوكوندريا، وبرضو نفس الكلام انه يصير ريجوليشن للالا سنتيز عن طريق الهيم. طبعا هو يقول انه عن طريق نفس الجين، انه الهيم يروح للجين ويأثر على الجين، والجين يوقف انتاج البروتين نفسه حق الالا سنتيز. بشكل عام ما راح يجيب التفاصيل هذه، اعرف انه الالا سنتيز يتهبط بالهيم، والالا ديهايدريتيز والفيروكوليت يتهبطون بالرصاص اللي هو البي بي. طيب طيب والألا سنثيز يحتاج الفيتامين بي 6 as a coenzyme. Thank you very much، يعطيكم العافية، بالتوفيق.